وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيي قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في مثله. طيب وظفه؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، ولو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. خير عباس؟ خير عباس؟ عادل؟ اه هالقد؟ ما فهمت هالقد وعم تروح على هالقد؟ ما فهمت شو؟ يا خيي أنا مين بحب؟ أنا وعادل مين بحب؟ عباس. العالم شو بتقول؟ عادل وعباس وعباس وعادل، صح ولا لا؟ صح. طيب عم بيقولوا لي هديك اليوم إنك تلسنت أنتو زياد الباشا؟ آه. طب عشو تتلسن أنتو إياه؟ طب افترض زياد الباشا يا عادل سفقت وحدة، شو بنعمل نحنا؟ شو بنعمل؟ إذا عملت مشكل ركبت مشكل أنتو يا شو؟ لا كلكم محضر لك يا هون، كلكم بدقولي من الام تي في بيقولولي علقان أنت وإليعان. إليعان يا هادي؟ شو بيشتغل إليعان؟ سكيورتي. عال على الباب بدي فوت ما بدي فوت كذا. طب هيدا إليعان إذا حطك ولزقك وحدة إيه؟ وبطحك من تحت كسر لك إجرك، نحن شغلنا شو بيصير فيه؟ شو بنعمل بالتصوير يا عادل؟ شو بنعمل؟ قل لي جاوب، شو بنعمل بالتصوير؟ ما بنصور. عال هيدي حالة هديك اليوم بالمسرح ثاقبت، رحت انا وياك اوكي وصلنا، وصلت مواصيلك انك تعلق انت ومحمد بزي المدير. طيب طلع حليب النور مع محمد بزي ونعملك وحده. اذا ركبت براسه عوجة للبزي ولغى الكونترا، كل يوم عم يجينا 250 شخص، شو بنعمل؟ نقعد بلا شغل؟ نقعد بلا مسرح؟ لا. ايه لا ليه؟ بعدين لازم يكون وجهك مرتاح عادي. قاعد لي عم تسهر لي وتنطنط لي من محل لمحل، هديك اليوم انتو رايح على السهرة بالليل؟ انتو مين علقت؟ انتو واحد طلع مصارعجة، صح ولا لا؟ لك صح ولا لا؟ الله سطرنا ولطف فينا انه طلع بشارة ترنتيك. طب شو 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 بدك تدير بالك على حالك يا عادل؟ انا اذا بدقك شوكه كانه دقتني لالي يا عادل، معك خبر؟ بعرف. انا اذا حدا بيصيبك بهالقد شغلي كانه صابتني لالي بالصميم. شو بك يا عادل؟ بعدين يعني خيك طارق انه مجبور يركض وراك من مخفر لمخفر ليشيلك؟ ليه؟ طيب افترض انت نمت ليلتها بالمخفر، شو بنعمل بتصويرنا تاني؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل بالتصوير؟ قل لي، لو ما عنده علاقات الزلمه شو بيشيلك من المخفر؟ بدك تنتبه عادي. ايه؟ بدك تنتبه. بعدين منين طالع لي يا قصه انه بدك تتعلم؟ بدك تتعلم هيدي التايبو رياضه. رياضه التايبو؟ نحن بلا تايبو مخلصين. جلس. انا كل هالشي اللي عم بحكيك اياه هيدا من شانك ومن شاننا يا عادل، من شان شغلنا. معك حق. حافظ على الاستمراريه يا عادل. معك حق. كيف بتجي على التصوير؟ طيب لازم يكون وجهك مرتاح. كيف بدك تعمل الفونس هوك هوك اذا حدا طالك في ضربه على وجهك؟ كيف بدك تعمل متر عادل؟ كيف بدنا نعمل مستر لغات؟ كيف بدنا نعمل هول؟ انا عادل ماشي، يعني الواحد لازم يفكر بالمصالح المشتركه. انا عادل ما بحبك الا تكون مرتاح. طلع لي من كل هول القفص. هيدا كله لمصلحتنا، لشغلنا، لحفاظ على هالناس اللي بتحبنا بالمسرح وبالتلفزيون. نحن ما فاضيين هيك يا عادل. لازم تتعلم انك تاخد الامور بسلاسة برياحة. انا في اهضم منك انت لما بشوفك هيك مرتاح. بدك توعدني انك شو تعمل؟ خلص. شو بدك تعمل؟ ما بقى اتعاطى. بدك تاخد الامور كلها سلاسة. بدك توعد خيك عباس انك تاخذ الامور بسلاسه ولا لا؟
اوكي وعد وعد بروميس بروميس يلا بيزول عباس اللي بتحبه كتير قرب عيني ما احلاك شوفك الليله بالمسرح بس اي مسرح الله لا يوفقك دشدشتني خدني على الطوارئ الله لا يوفقك بتحلو فكي الأسفور؟ بعقيد شفت السلافة كثير؟ طالعة كثير سكسي بارك من أنت هذا بتعد بالقق؟ يا الله هيدا هو انتو تلفونيتي؟ ألو؟ إيه حبيبي؟ بيقى تلفون يلا يلا جاي لك على الطريق؟ دخلك شو صاير لك أنت؟ ما بقى قادر تنطر إيه؟ يلا باي شفتي كل السباب كل السباب مغلومي فيه حياتي بشرفك مش انا حبيبه قلبك اللي بتحبيني كثير شو بدك يا ارونا شو بدي ولو قد ايه انه ولا مره طالبه منك طلب بس خليني اطلب منك هذا الطلب الصغير التافه السخيف ما له شيء شو قولي بدي اياك تفوتي على الصيدليه وتجيبي لي بريزرفاتيف شو شو بكره مظنونه بدوني هبل انت انا سنجل حبيبتي انا سنجل تقطعي لي هيك بنصيبه تجيب بريزرفاتيف لك هلا شو خص بريزرفاتيف لنا شو خص سنجل ببريزرفاتيف مين رح يعرف بعدين رح تفوتي لعنده بس تجي له مسيو بدي بريزرفاتيف وتطلعي وتعطيني اياها وفل لا حبيبتي لك هلا انت حبيبتي كل شيء بس انا مش معقول هيك جوجو بليز بليز اي لاف يو بليز خدميني في حياتي انت يلا يلا حياتي جوجو اوكي متعقده مثل القمر سكسي كثير سكسي طيب يلا يلا ناطرتك هون بروح فوت معي طيب خلص بعدي 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 بعيد ولكن بعدي صيدلية 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 ودي دواء الها ودي ودور مسيو لفارماسيو اهلا كيفك منيح توري انا اسمي حبيب حبيب مسي حبيب كيفك يا ثوب يا حلو يا مخدوم ماشي الحال تفضل شو فيني ساعدك صراحة انا كثير مستحية لانه انا كثير صوصية بدي اطلب طلب بس كثير مستحية تفضلي تفضلي مستحية ورسومات لا قولي ولا همك نحن صيدلية ما في لزوم تستحي ايه ايه لا حياة الطب بدي بريزرفاتيف يا عليك تمادو سمعتي قلتي بريزرفاتيف؟ ايه ايه بدي اعيش هذا في شي كاميرا خفية عم تعملوا ضرب او شي؟ لا وين الكاميرا؟ ما في كاميرا لا صفي عشان بضحك عشان بضحك لا عن جد شو بدك؟ ايه بدي بريزرفاتيف لا عن جد بلا مزح يا ما عم بمزح ليه ما عم تطلع فيني ما بتقسى انت بتقسى انا هون ايش هون انا بدي لو سمحت عم زد انه زديا يعني عن جد انا كثير سيريوز طيب اعطيني بريزرفاتيف لمين؟ يتخصك لمين؟ لصاحبي لا 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 الموضوع موضوع ما بضحك ابدا يعني مسيو لفارماسيان حبيبي يعني خلص اعطيني بريزرفاتيف تخصك انت انا بنضحك لا سميتني سميتني بدني خلص انت مصاحبه؟ ايه انا صاحبه ايه انا مصاحبه ايه طيب اوكي خلص اوكي تكرم عينك دوموزيل شو اسمك؟ اسمي زميل لا عن جد انت مش معقول راسك ما في شيء بيضحك اصلا انا خلصنا بقى انا عرفت شو بدي اعطيك دوموزيل جميل لا ثقيل انت كثير ثقيل حدا قال لك انا كثير دوموزيل انا اكيد ثقيل صاحبك اسمه صاحبك انا برايي ما راح يعوز بريزرفاتيف انا راح عندي شغلتين راح اعطيك اياهم الك ولصاحبك افضل من البريزرفاتيف ولا شو هني هالشغلتين اول شغله وانا اكيد رح يعوزها صاحبك هو انك تحطي هذا الماسك لحتى يكون له نفس اول شيء حدي هذا الي وصاحبك حتى مع الماسك اعطيه هذا فياجرا لانه ما في غير الفياجرا بخلي حتى منك مهضوم ابدا بتعرف شو بتعرف شو انت منك مهضوم ابدا ومنك ابدا بروفيسيونيل تعرف ان انت ابدا منك بروفيسيونيل ليه عم تقول هيك يا عم قول هيك
إيه؟ انا بعرف لانه لما بدك تعطيني بريزرفاتيف انا بعرف انا بعرف تعرف ليه ما بدك تعطيني بريزرفاتيف؟ ليه؟ لانه عندي واسطة. كيف؟ ايه لانه الدنيا كلها وسايط. حتى بدينتك مسيو الفرماسيا الدنيا كلها وسايط. خذيهم خذيهم بتعزيهم. ما بدي اخذهم. تقدمت حبيبه لي. خذهم. طبيت لي بدني. وين الكاميرا وين؟ ينيني. عم تعملي ضرب. عيب الصوم. وظفك؟ يلا يلا مرحبا. كيفك جاي؟ اهلا اهلا اهلا. كيف صحتك؟ كيفك انت؟ ماشي الحال؟ الحمد لله تفضل. لا لا ما علي مستعجل كثير. كيفك انت ماشي؟ طمني عنك. لا ماشي الحال الحمد كيف لله. كيف الشغل؟ شو هالزياره المفاجاه الحلوه؟ المدام كيف؟ بتسلم عليك الحمد لله. انت رح نعمل لنا شيء قاعده يا زلمه. والله ما هي بتعرف انا عم بيجي مؤخر هيك من الشغل. ايه صار بدها قاعده. خلص شي مره بنظبطها. ما في الا نلتقي نحن على المدخل ونحكي على السريع. بعرف جافوت. لا والله مستعجل كثير بس شرفك. بس قصدك بشغله صغيره خدمه زلمه. ايه من عيني امور حبيبي. شاط ممكن لاقي عندك شاط؟ شاط؟ ايه شاط. شاط بنطلون يعني؟ ايه ايه باخده برجع لك اياه بس بدي. على عيني اهلا. في في يعني اي لون بدك؟ حيلا ما في. شو شو ما في لون معين؟ لا اسود اذا في بيكون في. هلا فرجيك اياه. طيب فوت جوا. لا لا عن جد عن جد بدي امشي على البيت. طيب والله وحياتك غير ما اعطيني هالزياره ما انا من زمان بدي بس اذا في اذا فيها تقلب عليها. يلا لا عفوا بس استاذ بس اعطيني نص دقيقه اذا ما بتحب تفوت يعني. لا لا الله يخليك على السلامه. اوكي اعطيني. حيلا شاط بس لانه يا اهلا وسهلا استاذ نعيم. يا هلا يا هلا. لوك هيك معقول هيك على الباب حبيب قلبي عزتك. هيدا هيدا بني. ايه هيدا هيدا اسود حسب انت ما بعرف. هيدا جلد اصلي هيئته اكثر. اثنيناتهم جلد اصلي بس هيدا اعرض. اعرض ايه فضل اعرض. ايه اعرض اوكي اعرض اوكي ايه. هيدا تمام هيدا. طب ميله. لا لا بدي بدي امشي. ليك جا شيل هيدا زيح شوي هيدا من ايدك وبرملي شوي هيك. ايه شو عامل؟ شو بدي اعمل؟ 100 مرة قلت لك ما تصف محلي بالسيارة. طول انا السيارة. لك طول بالك. 100 مرة قلت لك ما تصف. انتوا ما بتفهموا الا شغلك مخبط خبيط ولا عيب. مالك شو عملت لك؟ طب ماشي ليه عم تصف محلي؟ ليه بتصف محلي؟ ليه بتصف محلي؟ طيب طيب اي بيجي بلاقي محل بدي صف. طب شو بدي اطلع؟ مش هالجيران ما بتفهموا الا بالخبيط. بقلبك شو نمرود؟ ما بقلبكم. يخرب بيتك. لك عم يقطش بنصه. بطلب الرقم بنصه. عم يقطش. حط صفرين. حط لك عم حط صفرين. لك حط رقم بها. عم حط صفرين بس بس عم بوصل على خمس رقم. عم يقطش يعني معناته الرقم غلط. سي جولي كوم سا؟ وي. شامي؟ وي. لي مونتاني. مي لي مونتاني سو ديغي توا. نغوت بادي دو. وي داكور داكور سا فا بان. alors on a visité Byblos. Comme il est beau ce pays, j'adore le Liban, j'adore le Liban. Et moi aussi, mais Balabek aussi, on a visité. Balabek, oui. Oui, on a visité Tyr. Il manque le musée national. Oui. Oui. Youpi. Mais comment on va aller là-bas? Je sais pas moi. On va aller là-bas. Excusez-nous. Bonjour. Allah safe. Je te l'ai dit. Bonjour monsieur. Ahlan. Vous parlez français? Vous parlez français? Ajini, pour Ajini. You speak English? Hein? Je vois ça. Habla espagnol. Chou? Parlo italiano. Chou, ça m'a mis fort mal. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Chou, c'est Deutsch. Il y a un mot qui kinesi. La 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 la. Yo yo, yo yo, wow. Je vois pas, je vois pas. N'importe quoi, ça. Comment on va faire? Laisse tomber, allons. Allons-y. كم مرة قلت لك تعلم لغات بتستفيد؟ تعلم لغات بتستفيد؟ يا حو بيحكي سبع لغات استفاد؟ لا. ما استفاد. لا ما بقلبك شو طشمه؟ يلا. ابو الجاب. انا مش ابو الجاب يا عادل. انا مش جابي. انا عادل. شو بيك ولو ما بتعرفناش عن بعض؟ سمعان. انا سمعان يا عادل. جابي ما شو جابي منه هون وما عم بشوفه لجابي. وانا هلا فكرتك هو تفاجأت فيه مش هيك. انا ما خصني ما خصني. مين جاب لك سيرته لجابي يا عادل؟ انا جاي قصدك بخدمي يا عادل. شو بدي بجابي هلا؟ انا بدي اياك انت شخصيا. ما بدك لا لا عد انت بدك لبوس. انا عايزك بخدمي يا عادل. لا ليه؟ ايه بدي اياك تخدمني بشكل. انت سمعان بتقول ايه؟ عايزك اهلا وسهلا. تفضل تفضل. وعدكم مشغول او شيء؟ لا ولو سمعان. تفضل تفضل اهلا وسهلا.
شو هالزيارة العزيزة يا سمعان؟ عيدن خير؟ نعم. كنت قاعد بحارتنا يا عيوني. مرقت سيارة حمراء. الله 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 الله. في هنيك وحدة غير شكل عم بتسوق هاي السيارة. زتت بخش نظر. هيك نقزت من حسيت في شيء. ليش؟ قارب وجهها يا عادل. كيف؟ اشياء كثيرة يعني واضحة بين السطور. فحسيت في شيء بيناتها. كان في معي هيك شباب. والله. بس قال لي هيدي ما فيش الا عادل ممكن يجيب لي اياه. كيف؟ لرقمه. ويفوت لي نعم للموضوع براسه. ويعمل لي اياه. شو قصتك؟ للموعد اللي بيني وبينه. فانت الوحيد فيك تساعدني يا عادل. وانا عم بقول ابنك جابي لمين طالع؟ خرب ذوقك. عادل. يلا جيب لي اياها. كيف رح اجيب لك؟ بامرك سمعان. بس شو اسمها هي؟ ليه يا افندي؟ شو ليه يا افندي؟ عم بسألك شو اسمها؟ ليه يا افندي؟ شو خصني انا؟ انا عم بسألك شو اسمها؟ شو ليه يا افندي؟ ما عم بقول لك اسمها ليه ومن بيت افندي عادل. اعطيني نايدك لها. لا اعطيني نايدك لها. لا عرفتها. عرفتها؟ ليه؟ ليه؟ بعرفها لليا كثير. يلا عرفنا عليها بجرفك يا عادل. سمعان ما بيك شيء يا درسك طيب. زبط لها راسك. تكرم سمعان. تكرم سمعان. هاي ست ليا خواجة سمعان. سمعان بخشيني. العائلة كبيرة. هني من ظهر القضيب. عادل. هيدا شيء كثير مهم قصته كثير ها. ديك بس عادي في شغله كثير مهمه. خير. ما بديش ابني جابي يعرف بالشيء اللي صار هلا بتعرف انت. لا. هيدا ابني بتعرف صغير وعم بربيه انا على الشبر والندر. ما بديش يطلع منزوع وهول كثير بهالعمر يعني بتعرف دغري بيلقط هالاشياء. لا ولا وي. اوعى تقول له اني انا صار في هالاشياء بيني. لا والا بتعرف شو بصير. لا 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 بتعمل لي مشكله. اي لا شلت لي الاسم؟ اسمي سمعين. شرفنا. انا على فكره كثير بحب هيدا الستيل. بحبهم يكونوا ناضجين. ناضجين كثير ناضجين. طيب سمعان رح اخلي لك الجو. يلا زحت انت. يلا زحت. دق الباب. دق الباب. ناطرين حدا؟ اوعى يكون جابي. اوعى يكون جابي. لا ليك اذا جابي بارت فور. بعرف. يلا ليا خليك مع سمعان بس. اوكي اوكي ما تعطى الهم. قولي جابي شو جابك انت هلا؟ ما هو وقت تجي هلا. وشو جابك انت هلا؟ انا مش جابي يا عادل. نعم؟ انا مش جابي يا عادل. مين انت؟ انا قصفين. جدو لجابي وبيور سمعين. جدو قصفين؟ نعم. ابني سمعين موجود عندك؟ انا شامي منيحته الهون. لا وحسن قداش بيناتش. بعد تريحة انا بعرفها. انا بعرفها من الانف بعد. لا ما يا حو سمعين عندك؟ لا ممنون. انا بقول عندك. ايه؟ خلينا انا اشوف. لا زحني من طريقي يا عادل. يا سمعان. سمعان اجا بيك. سمعان بابي شو عم تعمل هون؟ انا ما قصدي. انا بعرف انه مش الحق عليك. حق على هيدا المنزوع عادل اللي عم يزعك. انا شو خصني يا اصفين؟ هيدا ابنك. شو هالعيلة هون؟ بتعرف شو عملت يا عادل؟ شو بك؟ عملت لي مشكل يا عادل. عادل؟ نعم. بحب خبرك انه انا ابدا ما بدكش تنزعل ليلى ابني سمعان. اخ شو هالعيلة انتو بيت المخشينة؟ دق الباب. لحظة تفضل اقعد عم وصفين بالاذن سمعان. هلا فرجيك يا سمعان. شو هالنار اذا ما رح نخلص بيت المخشينة؟ نا عادل؟ انت مين؟ انا جابي يا عادل. انت اكيد انت جابي؟ اي ولو يا عادل بتعرفش انا جابي يا عادل. كيف عم بقدر افرق بيناتكم بيت المخشينة؟ ليش ملبك يا عادل؟ شو ليش ملبك؟ تعا شوف شو ليك مين في هون؟ هيدا بيك سمعان وهيدا جدك قصفين. جابي؟ جابي؟ بابي جدو بتعرف شو عملت بعائلتنا يا عادل؟ شو عملت؟ عملت لنا مشكل يا عادل. لك يلا انا عرضكم من العيله لحل طلعوا من حياتي ولا وظفك. انا فهمان عليك والخي ما انت نوعك من النوع تبع لانه قل له تيس بقول له بدك حلبه. انت بعرف انت نوعك كثير دقيق ونيقع على اغراضك وعلى قصصك. خيي بهيك شغله ما فيك الا ما تكون يا خيي معك حق. معك حق. مشان هيك انا تقصدت اليوم فرجيك الشغله تشوفها بعينك لانه انا ليك نعيم ضميرك شو شي مره انا خربطت معك؟ لا
مش شي قديت عملت انا وياك لخيي شي مره عملت خربط معك بشي لا لا مش لا. دايما بحلب معك صافي دايما حقي وبتمشي دغري وبخيي انت ما بتحلب معي صافي اكيد ليه ما بدي احلب معك صافي أنا. طيب بس بهيدي الشغله بالذات مش عم بفهم شو جاي شو لخيي ما انت ما بعرف انت نوعك لخيي انت ما الا ما تلمس الشغله لحتى تعرف انه طيب بس ما تصدق كيف بدنا نقفرها قدام عيونك راح فرجيك انا هلا قرب معي فوت لله شو بدي شو انا بخربط معك لو نايم فوت خيي نايم فوت حبيبي فوت شو بدك تعمل فوت قبرني فوت نقي لي ثلاثه ثلاثه شو ثلاث بني ادمين ثلاث بني ادمين نقي اللي بدك اياه هول ثلاثه يا حن هول هول ثلاثه شو بدك تعمل شوف لا 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 شو شفت ملاطة؟ وكأي شفت؟ روكب شي؟ لا ما روكب شفت بعينك يعني؟ ايه عم بلك ما أنا بحلب معك صافي وحلاوي شو بيت؟ وقتلن بقى لا انسى بدك تشتري ولا لا؟ طبعا بشتري شو بيت؟ 1200 اوكي شفت بعينك؟ ايه هذا فرد ما بيخرم يا حلاوي ولو تقبرني شو بتقول عالم؟ لك لا انسى حوا خو طيب يلا اطلع اطلع قتلت العالم خدها مسيو لبيب نعم انا خلقي ضيق وراسي ما بيحملني مسيو لبيب ايوه بدك تفتح لي دينك شوي مسيو لبيب هلا منيح الفونس منيح منيح طلبنا منك تعلمنا البلاي ستيشن منيح يا ما معلمك انا على اشياء لو ما بابي مسيو جاستون صاحبك مسيو لبيب ما كنت رح علمك البلاي ستيشن منيح هلا ما تعمل لي اياها جديه عاد بقى عاد خلينا نشوف شو بدنا نعمل بتشرب شي مسيو لبيب ما بدي اشرب شي جوت كاروت لك ما بدي هيدا لا خليه الجوز كاروتنا مش اوكي مسيو لبيب يلا بلش هلا انا شو هي اللعبه هي بقى هيدي اللعبه اسمها كول اوف ديوتي مسيو لبيب يخرب بيتك شو زكي ولي الفونس هيدي الكول اوف ديوتي يعني حرب العالميه الثانيه مسيو لبيب بتعرفهم كلهم هول الفونس بيان سور مسيو لبيب تفضل كفي بعدين انت بتكون مع الجيش الامريكاني ايوه بدك تحارب ضد الجيش الالماني ايوه اوكي مسيو لبيب اوكي طيب اوكي مسيو لبيب اوكي 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 مسيو لبيب لك فهمت اوكي حاج تعلق بيكون معك كارابين كارابين شو هالبارودة؟ وي مسيو لبيب ايه هاي سامع فيها قديم مسيو لبيب اوكي مسيو لبيب لك طيب منيح هلا شو قصتك هلا جومست على مسيو لبيب ليش بدك تعلم بلاي ستيشن مسيو لبيب؟ خي بدي اتعلم بلاي ستيشن لحتى اعلمها لابني وليش ابنك ما بيتعلمها لحاله مسيو لبيب؟ لانه ابني ما بيتعلمها لحاله لانه ما بيعرفها لانه ابنك مركب راس حمار مسيو لبيب ما تقول مركب راس حمار ولا يخرب بيتك طلبنا منك هالطلب مشيلي اياها بقى جاهز مسيو لبيب هيدي تبعيت الحرب العالميه قلت لي ما هيك الحرب العالميه الثانيه مسيو لبيب بس بلشت لك هلا ما تفوت لحظه الفونس ما تفوت لي تاريخ وتعطيني دروس بالتاريخ وتقول لي حرب عالميه جاي اتعلم انا هاللعبه لعلمها لابني منيح اوكي مسيو لبيب اوكي يلا تفضل هيدي اسمها منات مسيو لبيب يخرب بيتك شو ذكي ايه هلا نحن هون بقلب المعركه مسيو لبيب اوكي كل التكنولوجيا بتعرفها الفونس كلها مسيو لبيب يا ويلي دخيل الشعرات اللي نازلين هيك جاهز مسيو لبيب جاهز يا مهذب اوني فا مسيو لبيب او شو يعني يلا ايوه لح شو هاي هلا نزلت لهم قبلي مسيو لبيب عم زد يخرب بيتك لكن بيعمل فيه هناك بدون ما يطلع عفاك الفونس بس عالي الصوت كتير هيك لازم يكون عالي مسيو لبيب ما حلو بس ما عم نقدر ما بدك تركز ما هيدي بدك تفوت بأجواء الحرب مسيو لبيب ما فيك تكون على الواطي لك يا خي أي أجواء حرب بدك تفوت إياها أنت بأجواء حرب شو مفكرها عن جد من زت أمامي المسيو لبيب زت اللي بدك إياه فرجيني لشو هلا صار دورك مسيو لبيب هات لك هات هات إيدك قوس مسيو لبيب خليها ها دق الباب مسيو لبيب العم كيف سمعتوا الباب هون بتقوس مسيو لبيب بها من هون مسيو لبيب يلا 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 عجل هو لك يلا هو هو يا عمي شو بكون ما بتقولوا انه في جار هون يا عمي حتكون طول بالك جار راسه بينطوش كمان بونجور مسيو ادوار الفوز ما لحق عليك انا بعرف انت ما بتطلع صوت حق على الحمار اللي عم بيلعب فكر لي حاله ولد صغير هلا الله يكبرك يا حمار طوشتنا انه هيك صارت شفت انك حمار مسيو لبيب ما تقول حمار ولا مركب راس حمار مسيو لبيب الحمار قالوا فترة عم يصيبني فيهم وظفك ايه حياتي حياتي زنزون اوكي ايه تقبريني انا رح اجي يعني شي 7:30 8 وباخدكم نروح Thank you.
بدك تقبري قلبي شو مشتاق لك حبيبي زنزان. اوكي حياتي يلا باي باي. بتطولوا بالكم شوي. لك اعترف لشوف. لك يا خيبي شو بدي اعترف؟ بدك تعترف. لك بشو بس ما انتوا لك انتوا قولوا لي بشو بعترف؟ بدك تعترف عم اقول لك هلا. لك يا خيي والله تعبتوني كثير. انتوا مين؟ انتوا مين؟ لك يا خيي بس انتوا اعترف. لك بشو بس قولوا لي بشو؟ سيبوه لعباس شاهين ابن الحج ابو راغب. هذا الصوت سامعه؟ مين؟ شلوا له كيس القمامة عن مخه. عمرك جدي؟ حاضر جدي. عمي ابو رياض؟ عباس يا حبيب قلبي. يا عمي ابو رياض عود محلك. فافا يا جدي. طوفي؟ نعم جدي. تليفون يا لا لا انسى. شيلوا المسدسات عن مخ عباس ابني. فافا وطوفي؟ والله لا اهري نعمتك انت وياه ملقطيني. انت دب وانت ادبب منه. انا بفرجيكم هلا بفرجيكم. عباس شاهين عمي ابو رياض ابن الحج ابو راغب. حبيب قلبي كيف ابوك؟ بيسلم عليك كثير. اشتقت له كثير وانا مشتاق لك وكل اهلي مشتاق لك. ركز معي هون ما عم بلعبك. عمي ابو رياض اني شو عم بعمل هون وانت ليش هون ومين عبد الشهيد؟ نعم انا رجعتني عن اعتزالي. بشو؟ رجعتني عن اعتزالي. كنت قاعد انا مع بالي بالي انا بصديقي بول هوغن بسيدني. مين هو هذا؟ كروكودايل دندي. ايه قاعد على التماسيح. ايه قاعد انت وياه. كنا قاعدين هنيك ورجعتني عن اعتزالي. إيه؟ هو اعتزل وانا اعتزلت. طيب انا مجبور مشاكلك تلحقني لهونيك يا عباس. مشاكل شو؟ انت معك خبر كم لبناني في بسدني يا عباس؟ بعرف انه في بالمئات الالوف بعرف. انا مضطر يا عباس كل الوقت اذا فت على السوبر ماركت اذا رحت على اي محل. إيه؟ طلعت بالتاكسي نزلت من التاكسي ما في واحد ما بيشوفني اللي ما بيجي بيقول لي ابنك عباس. شو عامل؟ شو معناتها كلمته اللي بيقولها؟ شو I saw you Jackson. آه. انا مضطر اتحمل مشاكلك يا عباس. لا هني؟ لا منك مضطر. مكفيني مشاكلك ببيروت بتلحقني مشاكلك على سيدني يا عباس؟ عمي ابو انا مضطر احمل مشاكلك هونيك بالداون اندر. وين؟ بالداون اندر. اللي هي طيب لا ما انا ما انت بتعرفني انا ما انا عم بمارس رياضتي الصباحيه على بكره الصبح تحت على الهاربر بريدج. انا عم بركض ال 500 كيلومتر كل يوم بساويهم وصولا نزول ببرم البرمه كلياتها لحتى انزل اخر شيء بعمل ستريتشنج تاعولي على الاوبرا هاوس. بيجي واحد بيقول لي استاذ ابو رياض؟ قلت له نعم يا بابا. وبيقول لي ابنك عباس عم بيقول اي سو يو جاكسس. شو معناتها؟ إيه طيب طيب أنا أبو رياض. إيه؟ أنا ابن بيروت. إيه مزبوط. أنا منظر الرئيس. إيه؟ يلي بيعرف كل شيء بيعرف كل شيء. إيه؟ بيعرف كل شيء. طيب فهمت بتعرف كل شيء بعدك بتعلق؟ بيجي بقول لي ما شو معناتها I saw you Jackson. وقعد لبت قدو الكمشي قدامه قلت له قلت له أنا ما بعرف شو معناتها. إيه طول بالك طول بالك ماشي. أنا مضطر يا عباس. منك مضطر. أنت بتعرفني إنه أنا ماني صاحب مشاكل وأنا بمشي الحيط بالحيط ويا رب رايح مع بالي بير رايح حامل العدة تاعيتي تاعت صيد السمك. إيه؟ ونازل على الصحراء بدي اتصيد سمك بالصحراء. بيجي لعندي واحد كانجارو بيقول لي عمي أبو رياض الكنغارو سألك عن الكنغارو بده يعرف شو معنات I saw you Jackson. الكنغارو سألك عنه؟ وحياتك عباس عم تحكي جد؟ قلت له تعال أقول لك في واحد إجا بده يعمل معي مشكل عباس. إيه؟ قال لي ليك يا أبو رياض I saw you Jackson. إيه؟ قلت له أنا عم بتقول لي هيك شايف عطرزك كتير فوت اطلع زال طاقتي. إيه؟ عباس شاهين نعم نعم هلا شو المطلوب مني؟ تعال هون جيت لعندك جيت مش سيب ايدك يا دب انت عارضه إيه؟ عندي حسابكم بعدين. هلا بدي اعرف شو معنات I saw you Jackson. رح قلك عمي يا بابا. هلا بدك تعطري. رح قلك. هلا بدك تبقها. رح قلك. هلا فتي عارف. لك ليه بتعلق؟ رح قلك. شو رح قلك والله رح قلك وحياة الله رح قلك. قرب لقلك. قرب ثاني دينتك لقلك. ما بجيب سيرة. هم قرب. I saw you Jackson معناتها. ايه.
عم تحكي جد عبي؟ وحياتك عمي ابو رياض. هلا اي سو يو جاكسس معناتها طول بالك معناتها الشيء اللي قلت له اياه اللي هو هي بذاتها. يخرب ذوقك يا عبيس. بس انا يخرب ذوقك يا عبيس حبيبي. بس خلص ما لازم نقول ولا هو حبيب قلبي. جد ابو رياض؟ نعم حبيبي. فينا نعرف شو معناتها؟ شو هي؟ اي سو جاكسس ما بخصك انت وياه، ما حدا بخصه. روح العمى بقلبك وقلبك. سر العباس ببير. يقبرني عينك اذا في منك يا عمي ابو رياض. عباس؟ نعم. طالع هون. ايش قلت لك؟ اي سو يو جاكسس. انت بصاحبي؟ انت بصاحبي؟ سوري سوري سوري. تعال بقلبي. ماري يلا عبي شاهين؟ نعم. كيفو غابوك؟ الله يوفقك يا عبي. اشتقت له اشتقت له للحج ابوه. اخ يلا اوكي كيفو ابوك؟ ايه الله يوفقك. اوكي يقبرني عينك اذا في منك يا عمي ابو رياض. عباس؟ نعم. طالع هون. ايش قلت لك؟ I saw you, Jaxus. وظفك؟ ما وظفني. مع إنه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيي قعدت حد وشرحت له